السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناة فرح شانل. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا باذنجان مقرمل محمر بدون قلي بدون زيوت. اللي غادي نحتاجوا له على بركة الله حبتين، جوج الحبات باذنجان، نغسلوهم مزيان ونقطعهم على هذا الشكل، نقطعهم دوائر الشكل تبقى على حسب الرغبة، وتبقى الشكل اختياري على حسب الرغبة. ممكن تقطعوه طولي، تنكمل الحبات اللي عندي بتقطع، تنمر المقادير التالية. غادي الوصفة نحتاج ليها بيضتين صغار، ممكن تحتاجوا بيضة او اثنين على حسب الكمية اللي غتعملوا ديال الباذنجان. الملح اللي هي ضرورية، وتنديروا شوية بزيد الملح، رأس ملعقة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة من الزعتر، هذا مكون إضافي أنا كنضيفه، ممكن استغناء عليه. عندنا الخبز محمص، زيت للدهن، قطرات من الزيت، 3 ملاعق زيت الزيتون، ممكن نستعملوا زيت النباتية. والجبن، أي جبن عندكم أو أي جبن تعجبكم ممكن استعملوا. بهذه الطريقة بدنجال غادي يعجب الوليدات الكبار والصغار. تناخدو البيض، نفقصو البيض اللي عندنا، تنطربوه شوية، تنضيف له كل من فلفل أسود، ملح، والزعتر المكون إضافي كما ذكرت من قبل ممكن استغناء عليه، تعطيه واحد النسمة زوينة أنا كيعجبني. تنحكيه بيدينا باش كيعطي نسمة اكثر، ممكن تعملو زعيطرة لما توفرش الزعتر. وتنطربو مزيان مع البيض حتى تيتخلطو ليه ويتجانسو المكونات كلها. في اناء تنوضع الخبز المحمص او شابلوغ، تنحك عليه 80 غرام تقريبا اللي عندي ديال الجبن، انا استعملت هذا الجبن عندي يعني متوفر في البيت. تنحكوه في الحكاكه من الجهه الرقيقه فين كاينين ثقب الرقاق، تنخلطوه مع الخبز بهذا الشكل. وتنبداو ناخذ البيض ديالنا اللي عندنا طربناه والباذنجان، تنوضعوه في البيض ومن بعد في الخبز اللي مع الجبن، خبز محمص على هذا الشكل، كندردرو عليه مزيان، تنوضعوه جانبا وكندوزو كاع الباذنجان اللي عندنا بهذه الطريقه. كميه كامله اللي عندنا، تناخذ صفيحه الفرن تنوضع فيها ورق الطهي، تندهنها بقليل من الزيت. ثم اللي ما متوفرش عنده ورق الطهي، هاي الصفيحة يدهنا بشوية الزيت حتى هي كتخدم، غير هاد الورق تحافظنا عليها تخليها لنا نقية. تنستف الباذنجان اللي عندي في الصفيحة. ملي كنكمل كناخد شوية الزيت، قليل من الزيت، زيت الزيتون او تعويضها بالزيت النباتية، وتندير قطرات من الفوق على الباذنجان، ممكن استغناء عليها بالنسبة للناس اللي كيديروا الريجيم ما كيعجبهمش بزاف الدهون، وكيعطي واحد القرمشة زوينة، لكن في كل الحالات كيجي زوين. تندخلوا الفرن على درجة 180 درجة، شاعل من الفوق ومن التحت، تنوضعوا الوسط تتحمر لينا تقريبا كيستغرق ليا 25 حتى 30 دقيقة. كمية اللي شاطت ليا وضعتها في هذه الصفيحة صغيرة، من يوجد ليا الباذنجان على هذا الشكل كيكون محمر مزيان من الفوق ومن التحت كذلك كما غادي تشوفوا. كانت هذه هي وصفة اليوم، كنحصلوا على باذنجان محمر
في الفرن بدون قلي بدون زيوت. نتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا على المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله.